أكيد فقرة أخيرة مع الموهبة يلي كانت هي الطريق والإبداع هو الهدف. على الجدران بدأت ترسم ملامح موهبتها عبر لوحات جدارية زينت من خلالها جدران دمشق. من قسم الاتصالات البصرية بكلية الفنون الجميلة للتصميم ورحلة إبداع وعين بتسرق لحظات الجمال، رح ترافقنا اليوم فينوس حمزة مصممة جرافيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيك. الخير، شكرا كثير على التقديم الحلو. ميرسي. أهلا وسهلا يا فينوس، يسعد صباحك، صباح الموهبة والفن. شكرا حبيب بالبداية قلبي. خلينا نحكي يمكن عن موهبتك، خلينا نحكي أكثر عن شو بتقدم فينوس. هلا مثل ما انت حكيتي حضرتك، انا خريجه جامعه دمشق جرافيك ديزاين قسم الاتصالات البصريه 2009. بشتغل بالجرافيك ديزاين لي تقريبا 5 سنين، وبحب الرسم كثير، وتقريبا صار لي سنتين او اكثر يمكن عم بشتغل بمجال اللوحات الجداريه. برسم يعني لوحات باكثر من مكان معين، ممكن يكون مطعم، ممكن يكون رسم يدوي ولا يدوي. تصميم لا جرافيك؟ لا، هو هلا انا بلش بديزاين تصميم جرافيك، بس برجع بشتغله يدوي على الحيط. اي فينوس، يمكن اللوحات الجدارية اللي عم نحكي عنها لقت صدى كتير واسع، خاصة انه هلا يمكن هي الفن الاول بالعالم صح. بكل دول اوروبا عم نشوف هاي الصور، فهلا هو بسوريا حتى مثل ما قلتي ان كان بشي بسيط على المقاهي الكافيات، فتحكي لنا كمان عنه. هو هذا الستريت ارت او شيء او الجرافيتي هي فن مثل ما حكيتي حضرتك عليه، يمكن هون هلا ما انه كثير منتشر هون، بس مبلش هلا يعني صار تقريبا له شيء سنتين او ثلاثه، فبلش العالم تهتم فيه. هلا انا بلشت من سنتين بهذا المجال بمشروع صغير، انه انطلب مني اعمل مثل كونسبت او فكره معينه لمكان بباب شرقي. فكنت شو عملتي الفكره؟ شو رسمتي؟ رسمت، اي اول شيء كانت فكره انه اعطي طابع لهذا المكان او هويه بصرية له بالشام القديمة. بالشام القديمة صعبة كمان، بس انطلب مني انه بالشام القديمة. فكرت فيها انه اول شيء خطر على بالي نرسم على الحيطان، بتعرفي خصوصية هذا المكان صح. بتطلب منه انه الشيء تعملي شيء فيه روح يعني احلى منه. فكانت الفكرة اني ارسم شخصيات رموز فنية وثقافية نحن كثير بنحبها وربينا عليها، وجسدتهم برسومات مع كلمات بالخط العربي، مغنية مسرحية او اشياء مثلا هدول الفنانين قالوها على الان بذاكرتنا مثلا. حلو. اي فكان ما بعرف اذا عم تشوف اكيد هلا رح نشوف الصور مع بعض. فينوس، يعني خلينا نحكي اي انت اكثر شيء اكثر بتفضلي، رسم مثل هيك شخصيات او رسم اشكال هندسية يمكن لمساحات اكبر؟ يمكن كل شيء له صعوبة، هون في دقة وهون صح في دقة، صح بس صح كل وحدة لحالها. هلا يمكن مثل ما حضرتك حكيت، هلا مثلا ما ترسمي شخصيات او تعمل، يمكن في شوي شيء فري اكثر. هلا المساحات الهندسيه بتطلب منك انك تكوني شوي اكثر دقه اكثر، لانه انت هون محكومه بمساحه معينه وهاي. فانا اشتغلت هيك واشتغلت هيك. ففي مشروع كمان اشتغلت فيه، هي كانت مثل ما حضرتك حكيتي مساحه كثير كبيره 30 متر تقريبا، بمشروع دمر، مركز دمر الطبي. كان هذا المشروع عن دمشق، فكان المشروع عباره عن معالم دمشقيه اثريه وفنيه، من باب شرقي للمسجد الأموي، قلعة دمشق، لك سيف عم الأموي، نشوفهم أكيد سوا على الكاميرا. كلياتهم بتناغم مع الخط العربي لقصيدة للراحل الكبير محمود درويش اسمها طوق الحمامة الدمشقية، في عم بيتغنى عن الشام. فكانت ما بعرف عم شوفوها، اي عم شوفهم. فكانت هاي اللوحة إهداء مني ومن المركز للشام، لهي المدينة العظيمة كتير اللي كل شيء صار فيها وضلت قدراني تكون حلوة كتير، وضل رسالة حب وسلام. فأكدت على هدول الكلمات اللي هن حب سلام عشق ضمن القصيدة بالميورال أو الجدارية اللي على الحيط. فينوس، يمكن دخلتي على البيوت الدمشقية وأيضا وصلتي لبيروت صح. عبر صح. محمد الموسيقار محمد عبد الوهاب أيضا، شو كان طموحك وشو الرسالة أو شو حابة أنت تعملي، لوين بدك توصلي؟ هلا أنا بصراحة يعني ما فيني اقول عن حالي اني انا خطاطه، انا بحب الخط العربي وعم بشتغل فيه، وبنفس الوقت برعت بهذا المجال يعني بتحبيه فابدعتي كثير. اي بحبه كثير طبعا، انت ما فيك تعملي شيء او تدرسي شيء او تشتغلي بشيء اذا ما كنتي بتحبيه وبتعشقيه. فهذا المجال جربت فيه وحسيت حالي اني انا عم بقدر اقدم فيه وعم بقدر اعمل بصمه. فعملت لوحه مثل ما حكيتي ببيروت للموسيقار الكبير الله يرحمه عبد الوهاب، مع كمان مع الخط العربي، وحاولت انه يعني من خلال الكلمة تبع غنيته يعني هيك، فأنا أعمل منها لوحة
بتعبر عن هاي الغنية. شو هي الكلمة اللي اخترتيها؟ يا مسافر وحدك. وسيبني. وسيبني. ما قلتها يا سيبني. خلينا متفائلين. عن جد. فينوس خلينا شوي نغوص بعالم الجرافيك يلي هو عالم كتير كبير وكتير واسع وهو يمكن مرتبط بالفن وبتفاصيل دقيقة جدا، بس هو عالم كتير كتير كبير ويمكن يمكن ما بنشوف بنات أو صبايا عم يشتغلوا بالجرافيك، يمكن قليلين فيه بس بشكل كتير قليل. اليوم الصبية قد ايه فيها تبدع بعالم الجرافيك؟ هلا فيها تبدع كتير، مثل ما انت حضرتك حكيتي هو مجال كتير كبير، يعني فيك انك انت من خلاله بيعطيك فرصه انك تكوني مبدعه، تقدمي حالك، وحتى بنفس الوقت هو مجال يعني بخليك تكوني مثقفه وانك تطلعي لتقدري تعملي شيء، لانه انت ما بتقدري، هو يعني بيعتمد انك انت كيف توصلي مسج فكره معينه وتكوني انت كمان مبدعه بهاي الشيء من خلال كلمه بوستر او حتى تعملي هويه بصريه لشيء من خلال لوجو، فقديش انت لازم تكوني مثلا مطلعه وشايفه بس هيك كمان غير انك مبدعه وهي كمان مطلعه انك انت تشوفي تغني عينك اكثر لتقدري تكوني سباقه بهاي الشيء وتكوني انت ما حدا سبقك على هذا الشيء. فينوس يعني عم نشوف هلا مجموعه صور للفنان دريد لحام، يعني استحضار هي الرموز قد هيك بيلهمك تعملي شيء مميز، خاصه انه كمان عملتي حتى المكسيك وصلتي لها فنانه مكسيكيه. صح صح صح. شو سبب اختيارك للشخصيات؟ كيف بتختاريهم؟ وقد ايه بيلهمك هذا الموضوع؟ يعني كاريكاتير الشخصيه قد ايه بتعطيكي هذا الالهام؟ هلا انا بصراحه ما اشتغلت شيء غير اذا ما كنت بحبه او هاي الشخصيه بتعني لي مثلا او اني مثلا متاثر فيه من ناحيه معينه. مثلا اصمهان الراحله، اصمهان انا كثير بحبها وبعشقها وبعشق صوتها يعني، وإلها كاركتر خاص، فحبيت اني انا اعمل لها هذا البورتري او هاي اللوحه. دريد لحام الاستاذ الكبير، يعني هاي المسرحيه مثلا مسرحيه كاسك يا وطن مثلا، مين منا ما بيتذكر هاي العباره الشبع كاسك بدي ضل عايش بوطني، فانه هاي بتعني لي كثير بتاثر فيني، فانا منها من خلال هدول الشغلات او مثلا يا باطل او للراحل ناجي جبر اغني لفيروز القدود الحلبي لصباح فخري، فهدول الاشياء انا بحبهم ربياني عليهم بياثروا فينا مثلي مثل اي انسان مثلا او مواطن سوري، فمنشان هيك انا حبيت اعمل هدول اللوحات. بس انت بلشت بشيء مثلا للفنانه او الرسامه المكسيكيه فريدا، هلا هون انتقلت لستايل مختلف شوي تماما عن الشيء اللي كنت عم اشتغل فيه. هاي الفنانه انا كثير بتعني لي، كثير كثير بحبها، يعني اول شيء هي مثل ما بتقولي مناضله، لان هي كانت شخص مريض ما بتقدر تتحرك، ولكن مع هاد كلياته كانت قادره ترسم وتعمل شيء حلو كثير، وكانت شخص قوي، فانا هاي يعني كانت مثل ملهمه بالنسبه لي. هاي الشخصيات اللي ممكن تعطي قوه بتلهمك للانثى. صح 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 طبعا، نحن كأنثى بتأثر فينا. فبس انطلب مني اني اعمل كمان مثل كونسبت او فكره لمكان بباب، فحبيت اني انا اعمل من هاي الشخصيه من هاي الكاركتر كونسبت للمكان كلياته من خلال الورود اللي على اللي كانت تتميز فيهم، يعني تحطهم دائما. انت عملتيها؟ انا عملتها. كثير حبيتها. انا عملتها، اي فعملت لها حتى لوحه بقلب المكان. كثير حلو. وانا فمشان هيك يعني كمان بما انه حكينا عن 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 هيك شيء او عن هيك لوحات بمكان، خلينا احكي من رؤيتي انه قديش مهم كمان تجذبي بالالوان، قديش مهم يمكن تستخدمي رموز هي تكون هي محور القوه، او هي يمكن او لون هو يكون هو اللي بيجذب النظر، وخاصه بمكان قديم قديش حلو تدخلي عليه الالوان والشيء الجديد، تحاولي تحيي من اول جديد. أنا هلا كل مكان بيفرض عليك ألوانه الخاصة، مثلا باب شرقي مثلا بتحسي دائما في ألوان خاصة مثلا، وفيكي كمان تكوني جريئة وتعطي ألوان شوي، يعني أنا كنت شوي بباب شرقي جريئة باختيار الألوان اللي هي الأورانج والموف وهي الألوان الأحمر يعني، فحبيت إني أعطي لمسة هيك شوي أحيي المكان. في أماكن تانية مثلا رحت على الألوان الأقوى شوي، مثلا مثل مركز الدمر الطبي، يمكن كمان أنا كنت محكومة بالهوية البصرية للمكان، فأنا منه انطلقت بالألوان تبعي. فريدا ولا عبد الوهاب كمان بالمكان، يعني انا بحاول دائما اني اشوف المكان وشو بقدر انا اضيف عليه وتكون الواني جريئه ما بقصر. يعني لكل حدا عم بشوف لمساتك على جدران الشام، خلينا نقول ما جربتي بغير الشام ولا كان بيروت بيروت جدران قصدك جدران خارجي الشام؟ لا بس بالشام. اوكي ان شاء الله بنشوفك اكيد بكل المحافظات كمان عندك لمسات. شو محضرتينا لليوم؟ شو في جديد ببالك هيك حابه تعملي شيء جديد؟ هلا في مشروع جديد عم اشتغل عليه، هلا هو يعني
يعني قيد التنفيذ تقريبا، بس بعده لسه يعني ما خلص. بالشام القديمه كمان هي كمان عباره عن لوحه جداريه، ما لها رموز فنيه، لا لوحه جداريه بالشام القديمه، كمان باستخدام الخط العربي على مساحه كثير كبيره. تقريبا ان شاء الله هيك من هون لشهر ممكن تكون خالصة إن شاء الله يا رب. بنوس أكيد نحن كتير فخورين بموهبتك وفخورين بهالصبية السورية يلي يمكن قدرت تترك بصمتها بموهبتها وبيمكن ثقتها العالية بنفسها. شكرا كتير لك، موفقة وناطرين أكيد كل شيء جديد بيتعلق فيك وبالشام. شكرا كثير. شكرا يا فينوس، وان شاء الله هيك بتتلوني كل جدران الشام. تسلمي حبيبتي. وكل كافيات الشام بفعلا صور بتمثل هالقوه والاراده الحياه الموجوده عند السوريين. شكرا لك. ميرسي فينوس.